حاجات اللي موك عليهم استاذ برشا لوم لهنا ما تلقاش راحة برشا في البلاتو. لا مثالش لا لا ما تقلقنيش. لموك على عركة مع محب معناتها ناطق رسمي خلينا نقولوا يهبط في المستوى على الفيس صفحته في فيسبوك ويتعارك مع محب معناها. خليني نكون واضح، انا تتسب امي وتتسب مرتي وبناتي راني نهبط تحت القاعة. لا ناطق رسمي ولا رئيس وزراء. يتسبوا عائلتي نهبط للشخص هذاك بما يفهم. الاستاذ في موقعك انت الناس كل تتسب تقريبا. لا الناس في موقع تسكت. انا مسؤولين ما في جمعيات كبار الكل يتسبوا. الناس كل تسكت انا ما نسكتش. كونتونا كالعام سبوا سيبورتير ما سكتش، طلع له للجرادان وضربوا. انت انا شخصيتي كيك ما تسبنيش، ماكش تدفع لي في الفلوس، بيان كونترير انا قاعد نعطي في وقتي ومالي وجهدي للنادي الافريقي على حساب عائلتي. عائلتي هذيك اللي انت تسبها ما تسبهاش. تراجعت من بعد؟ لا وقتها قالوا لي نحاها بعض الاصدقاء قالوا لي بربي كمال نحي، فهمت؟ اما هو لليوم راني مانيش مسيبه. تسبني ما نسيبكش. شكيت بيه قضيه شكيت بيه وما زلت باش نشكي بيه. انا ثم نعطيك معلومه اخرى ماهيش في الفيسبوك. انا ثم شخص بعث لي ميساج فيه سبان ما نحكي لكش. راهو كان تقراه انت تقول شنو المستويات هذه. مشيت له حتى المقر اقامته. مشيت له حتى المقر اقامته. تفضل قلت له انا قدامك اجا واجهني تجبد في النساء. ثم مستويات انا ما نقبلهاش. مش يقول لي لموني على محب، تسبني تسب لي امي. معناتها انا قريت وصرفوا عليا بابا وامي وزوجتي مضحيه معايا وقتهم عندها الكل النادي الافريقي باش من بعد انت تجي تسبهم وتتهمهم في عرضهم وفي شرفهم. سا باس با بور مو. استاذ فما حمله كانت لطخت على السيميديون في مجموعه من الاحباء قدموا ملفات لدى هيئه مكافحه الفساد. شنو رايك في الحاجه هذه؟ نجم يكون فما فساد في التسيير في الهيئه النادي الافريقي؟ ينجم يكون. انا بعيد على التسيير. ما هو كي تلم انت ملاعبيه جاو ما ثماش خلاص كذا كذا الامور. عبد السلام صعب على عدو نفسه، صعب على روحه الامور وخلنا الناس تشك. انت كصحافي خليك تشك. انا متاكد اللي ثم جانب كبير من الصحافيين واللي يشكوا. يخليك تشك. خاطر استاذ انت رجل قانون تعرف. هو حتى سوء التسيير يعتبر فساد. اي لا لا انا ديما كنت ندافع على الفساد بمعنى الاختلاس السرقه. بمعنى السرقه. وانا جيته في الاوف انا وياه نبداو قاعدين يا عبد السلام يقول لي علاش تخلي في روحك؟ اتقوا الشبهات. الرسول يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. تبعد الحلال وبين والحرام وبين. كيف تفسر تجديد عقود بعض الملاعبيه في جانفي وبعد في سبتمبر يتم الاستغناء عليهم؟ هاني قلت لك مو هذا اللي يهبلك راهو. مو هذا اللي يهبلك. زهير الذويدي جدد عقده في جانفي عامين قليلين بعد في الصيف ولا ما عادش ملعب ولا ما عادش نعطيك اكثر. بغض النظر انه ملعب مش ملعب معناها نعطيك اكثر منك. انا زهير صارت لي معاه مشاحنه مره رد عليا في في شمس. علاش؟ زهير كان من الاول اصحاب هو الرئيس معناتها ما عندوش مشاكل. من بعد في فتره الرئيس ولا ما عادش قابل. من بعد رجع ولا اخر العام بعد ما خرج سنه ويا اصحاب بدليل جدد له. وطوع تفهم تقلب المواقف ما تفهموش. نعطيك الحقيقه علاش هو في مخ الرئيس اكيد تعرف على باش ينهي يسامحوا. يحكي انه زهير معناتها يقلب في المجموعه على الجرافيت على الرابط. اي هذه قالها عامل تالي. هذه قالها لي عامل تالي معناتها وقت لي انا مزدوب ما دخلت معاه. يقول لي انه زهير معناتها من لي زيليمون بيرتورباتور. هي من بعد هك جددت له. صحيح. وليت ديما انت دونك هذا ما يفهمه كان هو. ما تنجم تسأل وكان هو انا كمال بن خليل نقعد باهت نقعد باهت فهمت. استاذ ما زلت عند موقفك بخصوص استكمال المسار الانتخابي؟ هذا ما زلت عند موقفي. المسار هذاك انتهى قانونا انتهى. لكن الجمهور ما عادش قابل اليوم عبد السلام. لا هكا ثم يعملوا الجامعه تاع نقول لك انا نعطيك انا حاجه. ريتوا لجنه الطوارئ. الخطوه الثانيه هي راي اعلان هيئه عبد السلام غير قانونيه واعلان انتخابات سابقه لوانا. نعطيك انا من طول. الجامعه باش تعمل هذا في الايام الجايه. اللجنه القانونيه نتاعها من حقها. الدليل اللي حددته هو يوم 7 جانفي اي تو يجتمعوا ما عادش بيه. مش سي با يورجون معناتها تو يجتمعوا يا اخي. الجامعه ما عندهاش كان النادي الافريقي راه. فهمت؟ تو يجتمعوا. انا ما نستغربش من هنا الغدوه يخرج بيان من الجامعه في اعلان انه الاجل انقضى. هذه معلومات ولا تخمينات؟ هذه قراءة قانونية. كي تقرا انت للجنة الطوارئ وتدخل للقانون وتشوف هي كيفاش الجير وتقرا القانون تلقى للخطوة الثانية اوتوماتيكمون اما اعلان انه وضعية الهيئة قانونية او غير قانونية. ثماش حل ثالث.
ولهنا اوتوماتيكمون ستكون غير قانونيه، لانها غير قانونيه.